السلام عليكم طلابنا، طلاب الصف الثالث المتوسط. نكمل إن شاء الله محاضراتنا لمادة الفيزياء الفصل السادس الكهربائية والمغناطيسية الدرس الثاني، اللي هو يتحدث عن الكهربائية والمغناطيسية كمراجعة سريعة لدرسنا اللي سبق. مر علينا العالم أورستد واكتشاف العالم أورستد إنه قدر يولد مجال مغناطيسي من خلال مرور تيار كهربائي في سلك موصل. يعني أي سلك موصل عندي راح يتولد حوله مجال مغناطيسي. من الاكتشافات اللي قدروا يتوصلوا لها نتيجة اكتشاف أورستد هو المغناطيس الكهربائي. المغناطيس الكهربائي إلى عدة استعمالات ويدخل بعدة أجهزة نستعملها إحنا بحياتنا اليومية. فإن شاء الله راح نكمل اليوم درسنا وراح نشوف كيف ممكن نصنع مغناطيس كهربائي، واللي هو أيضا مر علينا بالفصل الثاني. فهنا أنا عندي سؤال يقول كيف يمكننا صنع مغناطيس كهربائي مؤقت؟ طبعا هذا الموضوع موجود بالكتاب بعنوان المغناطيس الكهربائي صفحة 120. يعني هذا موجود بصفحة 120 تقدر ترجع له. يقول كيف يمكننا صنع مغناطيس كهربائي مؤقت؟ الجواب عن طريق إدخال قطعة من الحديد المطاوع في سلك محلزن ينساب فيه تيار كهربائي. شوفوا يا بالكتاب أبصفاني، هنا أنا عندي قلب من الحديد المطاوع ولفيت عليه السلك مثل ما تشوف، ووصلت هذا السلك إلى طرفي بطارية. ولازم أنتبه أنه لما هذا السلك ألف حول قلب الحديد المطاوع لازم يكون باتجاهين متعاكسين، باتجاهين متعاكسين. اللف مالته صراحة نشوف ليش احنا لفينا باتجاهين متعاكسين. قبلها راح نشوف يقول لك ما المقصود بالمغناطيس الكهربائي. ما المقصود بالمغناطيس الكهربائي؟ هو مغناطيس مؤقت يزول بزوال التيار الكهربائي المنساب في السلك. شنو يعني مغناطيس كهربائي؟ هو مغناطيس تزول مغناطيسيته بزوال التيار الكهربائي المنساب في السلك. من شنو يتركب المغناطيس الكهربائي؟ يتركب من قلب من الحديد المطاوع، أما يكون على شكل ساق مغناطيسي أو بشكل حرف U مثل ما موضح عندي هنا بشكل حرف U. وأيضا يتكون من سلك موصل معزول بحيث يلف السلك على القلب الحديد باتجاهين متعاكسين إلى مصدر التيار الكهربائي. هذا هو السلك مثل ما موضح بالرسم. هذا حفظ طبعا الرسم. وثلاثة مصدر للتيار الكهربائي. أجي السؤال اللي بعده يقول لماذا يلف السلك حول القلب باتجاهين متعاكسين؟ ليش لفيت السلك باتجاهين متعاكسين يعني مو بنفس الاتجاه؟ للحصول على جواب حتى أحصل على قطبين مغناطيسيين أحدهما شمالي والآخر جنوبي. يعني أنا إذا لفيت السلك باتجاه واحد ما راح أقدر أحصل على قطب شمالي وقطب جنوبي، يعني ما راح أقدر أحصل على مغناطيس كهربائي. فلذلك أنا راح ألف السلك باتجاهين متعاكسين حتى أحصل على قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. سؤال بعده يقول كيف يمكن الحصول على مغناطيس كهربائي يحتفظ بالمغناطيسية لفترة أطول؟ مر علينا إحنا بالفصل الثاني المواد الفيرومغناطيسية والبارامغناطيسية والدايامغناطيسية. فهنا أنا راح أستخدم بدل الحديد المطاوع اللي ذكرته بالمغناطيس الكهربائي راح استخدم الفولاذ. الفولاذ مادة تحتفظ بالمغناطيسية لفترة أطول من الحديد المطاوع. فحتى أصنع مغناطيس يحتفظ بالمغناطيسية راح استخدم بدل الحديد المطاوع الفولاذ. سؤال، على ماذا يعتمد مقدار المجال
المغناطيسي الكهربائي، على شنو يعتمد المجال المغناطيسي الكهربائي؟ كذلك هذا يعتبر سؤال مكرر من الفصل الثاني، يعتمد على عدد لفات الملف، نوع مادة القلب، ومقدار التيار المنساب في الملف. إيش قد ما أزيد عدد اللفات يزيد عندي مقدار قوة المغناطيس الكهربائي، وكذلك نوع مادة القلب سواء كانت حديد أو فولاذ، ومقدار التيار المنساب في الملف. كل ما أزيد التيار المنساب يعني كل ما أزيد فولتية البطارية راح يزيد عندي التيار المنساب، وبالتالي راح أقدر أحصل على مغناطيس كهربائي أقوى أو مجال مغناطيسي أكبر. هنا عندي ملاحظة يقول يزداد مقدار المجال المغناطيسي بين قطبين عندما يكون بشكل حرف U. يعني أنا هنا إيش قد ما راح أزيد مقدار، إذا أريد مقدار المجال المغناطيسي يكون عندي أكبر أو يزداد، فأستخدم المغناطيسي عندما يكون بشكل حرف U. نجي هسه على تطبيقات المغناطيس الكهربائي. يعني هذا المغناطيس الكهربائي وين دخل استعماله، وين استعمله، اللي هو طبعا وفق اكتشاف أورستيد. المغناطيس الكهربائي يدخل بالجرس الكهربائي. الجرس الكهربائي مكوناته مغناطيس كهربائي بشكل حرف U، حافظة من الحديد المطاوع، مسمار محوري، ناقوس، ومطرقة. راح تشوفها بالكتاب، موجود هذا الرسم وياي حسب مكونات الجرس الكهربائي. يتكون من مغناطيس مثل ما تشوف، مغناطيس بشكل حرف U ومسمار محوري، هذا المسمار المحوري، وهنا أنا عندي قطعة من الحديد المطاوع هاي بشكل المسطرة، ومطرقة هذه، وناقوس، وتشوف هنا لفينا السلك باتجاهين متعاكسين، وربطنا السلك ببطارية، مفتاح لغلق وفتح الدائرة، وكملنا المكونات. فإذن مكونات هذا الرسم موجود بالكتاب ومطلوب من عندك، صفحة 121. فهذه هي مكونات الجرس الكهربائي: مغناطيس بشكل حرف U، حافظة من الحديد المطاوع، ومسمار محوري، ناقوس معدني ومطرقة. خلينا نشوف شلون يشتغل هذا الجرس. عند غلق الدائرة الكهربائية، يعني غلق مفتاح الدائرة، سوف ينساب تيار في السلك فيؤدي إلى توليد مجال مغناطيسي. أنا مطول عندي دائرة كهربائية أسلاك توصيل يمر بها تيار كهربائي، إذا أنا تولد عندي مجال مغناطيسي. عندها يعمل المغناطيس الكهربائي، هذا هو المغناطيس. إذا أنا شنو اللي صار؟ غلقت الدائرة، مر عندي تيار كهربائي بهذه الأسلاك. لما يمر عندي تيار كهربائي، إذن هذا قلب الحديد المطاوع هنا راح يكون عبارة عن مغناطيس. ايش راح يسوي؟ راح يجذب قطعة الحديد، راح يجذب هنا عندي قطعة الحديد المطاوع، يجذبها. ليش؟ لأن هذا مغناطيس، تمام، يجذب قطعة المغناطيس. من ثم ايش راح يصير عندي؟ راح تتحرك المطرقة فتحدث صوتا في هذه اللحظة. هذه المطرقة راح تتحرك، وين توقر؟ راح توقر على الناقوس، فتحدث صوتا في هذه اللحظة، تبتعد قطعة الحديد عن المسمار المحوري. مثل ما تشوفها قطعة الحديد راح تبتعد عن المسمار المحوري، وينقطع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى فقدان المغناطيس لمغناطيسيته، مما يؤدي لفقدان المغناطيس مغناطيسيته، ويؤدي ذلك إلى ابتعاد المطرقة عن الناقوس. يؤدي ذلك إلى ابتعاد المطرقة عن الناقوس. هذا الشكل أحاول أوضح لك إياه، إن شاء الله يكون واضح. فإذا أني الفكرة أنه أغلق الدائرة الكهربائية، راح يمر عندي تيار كهربائي، راح يعمل هذا المغناطيس الكهربائي على جذب قطعة الحديد. لما يجذب قطعة الحديد، هذه المطرقة راح تنقر على الناقوس وتبتعد
هذا النبض المعدني راح يبتعد عن المسمار المحوري. افتح الدائرة الكهربائية المغناطيس راح يفقد مغناطيسيته، تبتعد هذه القطعة وينقطع ينقطع الصوت نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي. هذا هو مبدأ عمل الجرس الكهربائي. واضح هذا السؤال يجيك بالوزاري، ما مبدأ عمل الجرس الكهربائي، أو يجيك سؤال مكونات الجرس الكهربائي. هذه إحدى استخدامات المغناطيس الكهربائي. كذلك يدخل المغناطيس الكهربائي بجرس الهاتف. جرس الهاتف طبعا الهاتف يا هو الهاتف السلكي، الهاتف السلكي يعتمد على شنو مبدأ عمله؟ يعتمد على تغير مقدار التيار بفعل النبضات من التضاغط والتخلخل بشكل مشابه لتردد موجات صوت المتكلم، وينقل عبر الأسلاك إلى سماعة الهاتف الآخر، ويمر عبر مغناطيس كهربائي بحيث يجذب قرصا رقيقا من الحديد المطاوع فيتذبذب مولدا موجات صوتية. هذا من هو؟ هذا الهاتف السلكي. ماشي، مبدأ عمله راح نوضحه هنا، أيضا موجود في الكتاب. يعني أنت حاول كشكل توضيحي أنه تحطه هنا على هذا الشكل. هذه هي سماعة الهاتف، هذه تشوفها هنا السماعة، وهذه هي اللاقطة. تمام، فيقول لك شوف هنا أنا موقع الجرس المغناطيس الكهربائي، هذا موقعه مثل ما هو واضح. على شنو يعتمد؟ إحنا لما نتحدث هنا أنا راح يتغير مقدار التيار بفعل نبضات التضاغط والتخلخل مع الصوت بشكل مشابه لتردد موجات صوت المتكلم، ينتقل عبر الأسلاك إلى سماعة الهاتف الآخر، ويمر عبر مغناطيس كهربائي بحيث يجذب قرصا خفيفا مثل ما موضح من الحديد المطاوع فيتذبذب مولدا موجات صوتية. هذه هي فكرة الهاتف. نجي على الاستخدام الآخر للمغناطيس الكهربائي، يستخدم في المرحل الكهربائي. شنو هو المرحل الكهربائي؟ المرحل الكهربائي هو مفتاح مغناطيسي، يستعمل كأداة للتحكم في إغلاق وفتح دائرة كهربائية. المرحل الكهربائي هو مفتاح مغناطيسي من تعرفه، يستعمل كأداة للتحكم في إغلاق وفتح دائرة كهربائية. وين موجود هذا المرحل الكهربائي؟ موجود في بالسيارات، يعني احنا نسميه السويتش مال السيارة، السلف مال السيارة اعتقد هيك شيء يسموه. ما مبدأ عمل مرحلة السيارة؟ يعمل على التحكم في تشغيل دائرة التيار الكبير بواسطة تيار صغير. يعمل على التحكم في تشغيل دائرة التيار الكبير اللي هي المحرك يقصد بها، بواسطة تيار صغير عند إدارة مفتاح تشغيل السيارة. هسه راح أشوفك إياه بالكتاب وين موجود، عندك هذا الرسم. هذا هو المرحل الكهربائي، اللي هو عبارة عن مفتاح مغناطيسي. هو هذا المرحل يتحكم لي بتشغيل السيارة. إذا تشوف هنا أنا، شوف التيار اللي يخرج قد 1 أمبير، التيار اللي يشتغل به هذا المرحل هو 1 أمبير، راح يحرك يشغل لي محرك ينطيني شكد هذا المحرك، بالتالي راح ينطيني 100 أمبير. فإذا يسمى إذا تعرفه هو مفتاح مغناطيسي يعمل على التحكم في تشغيل دائرة التيار الكبير بواسطة تيار صغير، هذا التيار الصغير عند إدارة مفتاح تشغيل السيارة. هذه هي أهم استخدامات أو استعمالات المغناطيس الكهربائي، واللي هي تقع ضمن اكتشاف العالم أورستد اللي وضحناها بالدرس السابق، إنه عند مرور تيار كهربائي في سلك موصل راح يتولد حوله مجال مغناطيسي. فلذلك المغناطيس الكهربائي دخل
بثلاث انتو بالنسبة لكم منطقكم ثلاث استعمالات إلي، اولا الجرس الكهربائي، اثنين الهاتف، وثالثا المرحلة الكهربائي. هاي طبعا طلاب جدا مهمة.